مشروع من المشروعات المهمة في القطاع الصحي اللي بكل تأكيد هيكون ليه تأثير كبير هو المشروع القومي للبلازما أو بلازما الدم، مشروع مرحل من سنوات وعقود طويلة جدا. مصر للأسف لأسباب طويلة في العشرين سنة اللي فاتت أو ربما يزيد قليلا اتأخرت فيه، ودول كانت متأخرة عننا في هذه الفكرة نفذته وسبقتنا فيه بمراحل، ولكن بدأت الدولة المصرية النهاردة أنها تنتبه لهذا الأمر عشان توجد علاج لأكثر من 2 مليون شخص مصابين بأمراض الدم. المشروع الحقيقة هو نقلة نوعية لمصر في المجال الصحي بكل ما تحمل الكلمة من معنى. هيساهم المشروع ده في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات بلازما الدم عشان توفير كل الأدوية اللي بتتعلق بهذا الأمر من الأمراض أو النوعية من الأمراض. كمان أن 100% من الأدوية المشتقة من البلازما الحقيقة هي طوق النجاة الوحيد للمصابين بهذه النوعية من الأمراض. النهاردة انطلق انطلق يوم 14 من شهر يوليو اللي فات في 6 مراكز لتجميع البلازما. دي كانت المرحلة الأولى اللي كانت في 5 محافظات، في القاهرة، في الجيزة، في المنيا، في الغربية، في اسكندرية. كمان هذه المراكز بتعمل بطاقة 99 جهاز موجودين زي اللي حضراتكم كده شايفينهم عشان تشتغل على فصل بلازما الدم. شيء الحقيقة رائع ومشروع رائع، نشوف تفاصيله ونعرف تفاصيل أكتر عنه في التقرير التالي. إدراكا من ضرورة تسلح الدولة بكافة الصناعات الاستراتيجية وفي مقدمتها القطاع الصحي، جعل الرئيس عبد الفتاح السيسي يتجه إلى إطلاق مبادرة التصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما لتوطين صناعة مشتقاتها بمصر وتوفير أدويتها لأكثر من 2 مليون مصاب بأمراض الدم. المشروع يعد نقلة نوعية لمصر في المجال الصحي، حيث يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما لتوفير الأدوية المتعلقة بعلاج العديد من الأمراض. النوع ده من العلاج بمشتقات البلازما هو علاج منقذ للحياة، وفي كتير جدا من المرضى بيحتاجوه. الحاجات ديت أو البلازما لو ما اديناهاش لحد هي بتروح وبجسم بيتخلص منها وبيجددها بشكل دائم. كما أن 100% من الأدوية المشتقة من البلازما تكون منقذة للحياة. إجمالي مراكز تجميع البلازما بمصر التي تم تجهيزها أصبحت 7 مراكز، من ضمنها مركز التبرع بالبلازما بالسادس من أكتوبر الذي تم افتتاحه، كما أنه من المقرر الانتهاء من تجهيز 20 مركزا تابعة لوزارة الصحة والسكان خلال العام المقبل. توفير المشتقات دي هيساعد مرضى كتير ان احنا نوفر لهم العلاج بطريقة اسرع، لانه زي ما احنا مثلا شاهدنا في جائحة كورونا في بلاد كتيرة قوي كان عندها تحدي في ان هي توفر مثلا المشتقات دي لان احنا بنحتاج ان احنا نستوردها. توازيا مع انشاء مصنع لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما بالعاصمة الادارية الجديدة لتوطين تكنولوجيا التصنيع في هذا المجال. المشروع القومي للتبرع بالبلازما انطلق يوم 14 من يوليو الماضي بستة مراكز لتجميعها كمرحلة أولى بخمس محافظات. تلك المراكز بطاقة 99 جهازا لفصل البلازما، كما يضم كل مركز غرف تجميد لحفظ البلازما بسعة 18,000 لتر. مأمونية عملية التبرع بالبلازما بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المتبرعين، يتم سحب كمية من الدم من خلال جهاز يعمل على استخلاصها وإعادة كرات الدم الحمراء إلى جسم المتبرع مرة أخرى أوتوماتيكيا عن طريق مجموعة من الأنابيب ذات الاستعمال الواحد. ربنا خلق الضعف والمرض والألم وخلق جوانا قوة، حاجة فيها خير ملوش آخر لينا والغيرنا. خلق جوانا بلازما الدم لما بتطلع للنور بتعمل معجزات، لأنها بتعالج أمراض كتير وقيمتها لناس كتير فعلا محتاجينها علشان يتعالجوا ويخفوا من أمراض كتيرة وخطيرة. هي عنصر أساسي لتصنيع الدواء وهتنقذ أرواح كتيرة. علشان كده المشروع القومي للتبرع ببلازما الدم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.